خليك بالبيت للضل بخير، شعار لربما تردد كتير بالآونة الأخيرة حفاظاً على سلامة الفرد، العائلة والمجتمع ككل خلال هالفترة. إلا أنه البقاء بالمنزل وتغيير نمط الحياة من التحديات الأساسية المرافقة وتخطيها قد يكون بحاجة إلى استشارة نفسية بتساعد على الحفاظ على شيء من استقرارنا فيما لو تزعزع. ولأنه كذلك وعلى وقع ارتفاع صرخة المغتربين ومع تفاقم منسوب الخوف ببلاد الاغتراب لمن غادروا أرض الوطن بحثاً عن لقمة عيش، أنشأ قطاع الانتشار بالتيار الوطني الحر خلية دعم بسيكولوجية تهدف إلى سماع صوت المنتشرين والتخفيف عنهم إلى حين عودتهم إلى لبنان بخير وسلامة. نحن بدنا نثبت المنتشرين، بدنا نقويهم، بدنا نعطيهم معنويات، بدنا نأكد لهم أنه نحن هون عم نسمعهم، نحن هون عم نساعدهم. هالخلية هي في أخيرة المعالجين النفسيين، في أخيرة الناس يلي حابين يسمعوا لكم يعطوكم نصايح كيف تثبتوا كيف تقوا لحين عودتكم إلى لبنان. خلية الدعم هذه لن تستثني أي فئة حزبية أو اجتماعية من عملها، ففي المحن يتشارك اللبنانيون أينما حلوا وزر الصعاب وبيتقاسموا الأعباء. رح يكون في أرقام للأخصائيين الموجودين بهذه الخلية تتواصلوا معهم في واتساب أو كول حسب كل إنسان شو طلبه وشو حاجته. أرقامنا رح بتكون متوفرة على الويب سايت، متوفرة عند لجنة الانتشار، ورح بنكون عم نصور فيديوز نساعدكم تتخطوا هيدي الأزمة. نحنا ناطرينكم أنكم توصلوا بالسلامة. صحيح صحتنا الجسدية هي كتير مهمة، بس بذات الوقت كمان صحتنا النفسية هي الأهم. هيك بخوض قطاع الانتشار بالتيار تجربة جديدة لعل بارقة أمل بتخفف عن اللبنانيين شيء من معاناة الغربة.